الواجب هو الإيمان المجمل، الإيمان المجمل، بأن نؤمن أن الله لم يخلق خلقا إلا لحكمة. يروى أن رجلا نظر إلى خنفساء، خنفساء تمشي مدلية رأسها إلى الأرض، فقال والعياذ بالله: لماذا خلق الله هذه؟ لماذا خلق الله هذه وهي مكروهة قبيحة؟ فأصابه الله بمرض عضال، والتمسوا له الأدوية ولم يجدوا له دواء إلا طبيب واحد قال: دواؤك أن يؤخذ خنفساء تحرق ثم تلتهمها. ففعلوا ذلك فشفاه الله. ابتلاه الله لما سخر من خلق الخنفساء وجحد الحكمة في خلقها. نعم.